وحول هذا الموضوع معنا أيضا عبر الهاتف سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. سعادة النائب، بعد التحية، هل لك أن توضح لنا أهمية ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة؟ مساك الله بالخير، مسي على الأخوة والأخوات المشاهدين. طبعا قرار الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان يعكس اهتمام مملكة البحرين في تعزيز حقوق الإنسان ونشر الثقافة والتوعية الحقوقية على المستويين الوطني والدولي، وينم عن ثقة دول العالم في مملكة البحرين بعد أن رأت بما لا يدع مجال للشك الإنجازات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في المجال الحقوقي. اهتمام مملكة البحرين ليس وليد اللحظة، بل منذ سنوات طويلة عززها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه من خلال التشريعات المواكبة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والتزمت بتنفيذ هذه التعهدات، وشفنا الإنجازات الأخيرة من خلال مشاركة الوفود الحكومية المتمثلة لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان في جنيف، ودورها الكبير في تعزيز هذه المبادئ، إضافة إلى المبادرات الكبيرة والحضارية التي أطلقها جلالة الملك، إن كان فيما يتعلق بتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين شعوب العالم ومركز الملك حمد العالمي، وكذلك مبادرة جلالة الملك لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان. إضافة اليوم عندنا في مملكة البحرين وجود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الأمانة العامة للتظلمات والعديد من المؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان. فوز هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات بجائزة شايو من قبل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى العديد من المنجزات في مملكة البحرين. هذه بحد ذاتها إنجازات تحسب لمملكة البحرين ومؤهل أن تكون عضو فاعل في مجلس حقوق الإنسان. احنا بدورنا نتمنى كل النجاح والتوفيق للوفد المشارك في هذه الاجتماعات اليوم، متيقنين بأن مملكة البحرين أنجزت العديد من الملفات الحقوقية، اهتمام ودعم مباشر من جلالة الملك لتطوير وتحديث كافة الأنظمة والتشريعات والمعايير المعمول فيها في مملكة البحرين لتواكب الاتفاقيات الدولية. وبات اليوم يعني مملكة البحرين من خلال قوانينها والمؤسسات الموجودة فيها دول تتطلع بأن تستلهم من تجارب مملكة البحرين الحقوقية. فبالتالي وجود البحرين اليوم في مجلس حقوق الإنسان أعتقد راح يكون إضافة ومكسب لدول العالم لتطوير المنظومة الدولية لملفات حقوق الإنسان. بكل تأكيد سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، شكرا جزيلا لك.